وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود، وترنيمتنا اليوم اسمها كل شيء لي يحل. كنت بتأمل في رسالة إلى أهل كورنثوس، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح العاشر العدد 23 اللي بيقول كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني. لقيت فيها جواب لأشياء وأسئلة كتيرة بنسأل عليها، خاصة من أشخاص مسيحيين عرفوا المسيح جديد أو من أديان أخرى بيقولوا طب في المسيحية هل يا ترى هالشيء حرام وهالشيء حلال؟ إحنا قبل ما تيجي المسيحية في العهد القديم كان في لستة طويلة في المحرمات وما هو محلل وكيف يحلل وكيف تحريمه وكيف لغاية ما عرفنا بالكتاب المقدس إنه رسول بولس بظهوره ظهر له في ظهور معين رأى فيه إنه الله يحلل كل شيء. قال له اذبح وكل من كل شيء، كل شيء محلل. وقال السيد المسيح ليس ما يدخل فم الإنسان ينجسه بل ما يخرج من فم الإنسان هو الذي ينجسه. مش معناته تصريح في المسيحية إنه كل شيء حلال، أنت في المسيحية مكرس وأنت ابن الله، فما يحل في بنوتك لله يحلك مسيحيا. طبعا الوصايا العشرة ما فيش فيها نقاش، هاي الشغلات لو عاوزنا نحرم شيء في المسيحية هذا ما هو محرم، لكن كل شيء تاني بيقول لك كل شيء لك يحل. تقول لي عندكم المسيحية فإذن المشروب انتم بتشربوا وبتسكروا لا حلال عندكم. لا يا حبيبي المشاهد اللي عم تسمعني اليوم، في المسيحية السكر حرام. انك تسيء استعمال اي شيء ويتسلط عليك اي شيء حرام، حتى الاكل قد يكون حرام اذا اعثر اخوك الانسان واذا تسلط عليك. المال يمكن تصرفاتك فيه حرام اذا كان عبد وسيد لحياتك قبل الله له كل المجد. فانا اليوم بناجدك لو بتحاول تعرف عن المسيحيه، في المسيحيه روح الرب بيعطيك حريه كامله، لكن مش للتصرف الخطأ ولإنك تقول المسيحية حلوة خليني أصير مسيحي عشان كله محلل. في المسيحية يمكن الأشياء لم تذكر كمحرمات، لكن العيشة مع المسيح أصعب بكتير من إنك تحرم وتحلل أشياء، لأنه أنت سيحاسبك الرب على ما في قلبك وعلى دوافعك. فممكن تضحك على كل الناس، ممكن أنا أضحك على كل الناس، قول أنا ماشي بالحلال وبعمل كل إشي صح وما بعملش محرمات، لكن دوافعي قبل ما أفكر بالفكرة، مثل بسيط إنه الزنا حرام ومعروف بالعهد القديم وبالديانة اليهودية بعدين الديانة المسيحية بالوصايا العشرة اللي أخذناها إنه الزنا حرام، لكن السيد المسيح أضاف عليها إنه مش بس الزنا الجسدي حرام، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبي، يعني فقد زنى بها يعني الزنا عنا في المسيحية إنك نظرة الاشتهاء. تصور كم هو صعب، يعني ياريت لو إنه عندنا لستة محرمات ومحللات بيبقى الموضوع أسهل، لكن أشكرك يا رب يا من أعطيتني حرية وفي نفس الوقت جعلتني ابنك، فما يليق بأبي السماوي الطاهر القدوس محلل لي، وكل شيء لا يليق لا مش محللي. فهي محرمات المسيحية يمكن قد تبدو ما فيش محرمات لكن هي كتيرة.
وفي طريقنا للقداسة ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب أنه نكون صورة حسنة لما علمتنا. أنت القدوس تكره الخطية، الشيء الوحيد اللي بتكرهه الخطية، ولا تشارك الشر والسوء، لأنك نور فلا تشارك الظلمة. اجعلنا يا رب نعيش في هذا النور، ونكون نحن هذا النور في ظلمة هذا العالم. ولك كل كرامة ومجد، آمين. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود. لكن مو كل شي وافق، كل شي لي حل لكن مو كل شي وافق، كل شي لي حل كل شي لي حل لكن مو كل شي وافق، لكن مو كل شي وافق. أنا ربي عطاني حل، أنا ربي عطاني حل، إن كان يبنيني يوافق، إن كان يبنيني يوافق. من سكن وفي قلبي حل، من سكن وفي قلبي حل، صرت أنا في كلامه واثق. كل شيء لي حل لكن مو كل شيء يوافق، لكن مو كل شيء يوافق. أخويا ولسان اعتاد الكلام الشكر والهللويا، كل حلال لي حرام دام ذا يعثر أخويا، ولسان اعتاد الكلام الشكر والهللويا، وكل ما يقول لايك. كل شيء لي حل لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. يتسلط علي أي أمر يستعبدني، ويحرم حتى شرب الماء لو عن الله يبعدني. لا يتسلط علي أي أمر يستعبدني، ويحرم حتى شرب الماء لو عن الله يبعدني. وأحيا أمجد الخالق، كل شيء لي حل لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. أمر بالمحبة والتفاني،
أنتصر على كل شر وعلى ذات الأناني. ربي يسوع أمر بالمحبة والتفاني، أنتصر على كل شر وعلى ذات الأناني، وأحيا أمين وصادق. كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق. كل شيء لي حل، كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. أنا ربي عطاني حل، أنا ربي عطاني حل، إن كان يبنيني يوافق، كان يبنيني يوافق. من سكن وفي قلبي حل، من سكن وفي قلبي حل، صرت في كلام واثق. كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، لكن مو كل شيء وافق. كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق، كل شيء لي حل، لكن مو كل شيء وافق. ترنيمة وعود. وقبل ما أودعكم بترككم مع تقسيمي على مقام الترنيمة اللي هو كرد على درجة المي، وبصلي دائما يكون معكم ودوم فيكم سلام المسيح. ترنيمة وعود.